بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف السادس الابتدائي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الثاني، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الرابعة، ودي الوحدة الأخيرة اللي هي وحدة الإحصاء والاحتمال. هنبدأ إن شاء الله في الاحتمال. أول درس في الاحتمال وهو التجربة العشوائية. يعني إيه تجربة عشوائية؟ يبقى أنا هيبقى عندي مصطلحين مهمين جدا في هذا الدرس. أول مصطلح وهو التجربة العشوائية، المصطلح الثاني وهو فضاء العينة. فضاء العينة، ياريت تركزوا معايا بقى لانه مهم جدا. مثلا المعلم عرض على الطلاب عملة، ودار الحوار المعلم: اذا القينا قطعة النقود على المنضدة او الارض فما الوجه الظاهر؟ جاوب واحد: اما صورة واما كتابة. دي اللي بيظهر على الفرعون، دي صورة او بيظهر على الرقم ده كتابة، يبقى ده صورة وده كتاب. المعلم: حسنا، لكن لماذا عادل؟ انا متأكد من النتيجة. اما صورة، لان فضاء العينة ما فيش الاثنين دول، بس يا اما صورة يا اما كتابة، يبقى الوجه اللي هيظهر يا اما صورة يا اما كتابة، ما فيش حاجة تانية. طيب هل لو انا بعمل العملة دي وهنزلها، هل انا متأكد ان اللي هتطلع صورة او كتابة؟ لا. انت تأكد لما اجري التجربة. يبقى لما اجري التجربة، يبقى التجربة العشوائية ايه؟ يبقى مثل هذه التجربة تسمى تجربة عشوائية، بمعنى اننا لا نستطيع الجزم ان الناتج صورة ام كتابة، يبقى انا الا بعد اجراء التجربة. يبقى لما اجري التجربة اطلع النتيجة، لما اجري التجربة اطلع النتيجة، فلذلك دي بسميها تجربة عشوائية. يبقى ايه هي التجربة العشوائية؟ تجربة يمكن معرفة جميع نتائجها. يبقى انا هنا انا عارف ايه جميع النتائج اللي موجود عندي، ايه؟ يا اما صورة يا اما كتابة، الاثنين يا اما صورة يا اما كتابة، انا عارف جميع النتائج. انما هل انت متأكد ان هتطلع صورة او هتطلع؟ لا. ولكن لا يمكن تحديد الناتج الذي سيحدث فعلا الا بعد اجرائها، ما اقدرش اطلع الناتج الا بعد اجرائها. الاجراء ده بسميه حدث. يعني انا لما ارميها مرة واحدة ده بسميه ايه؟ بسميه حدث. اللي انا عملته ده بسميه تجربة عشوائية. الصاد والكاف كلها جميع النتائج بسميها فضاء العينة، بسميه فضاء العينة. من التجارب العشوائية إلقاء قطعة من النقود مرة واحدة، دي ايه؟ حدث او تجربة عشوائية. النواتج صورة او كتابة. طب إلقاء حجر نرد اللي هي زهرة الطاولة ديت، ومشاهدة عدد النتائج، عدد النتائج يا اما ايه؟ واحد او اتنين او تلاتة، اللي يظهر على الزهرة واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. سحب كرة من صندوق بيه ثلاث كرات متماثلة حمراء وصفراء، يبقى حمراء وصفراء وخضراء. اجراء مباراة كرة قدم بين فريقك وفريق من مدرسة اخرى، فوز فريقك، هزيمة فريقك، تعادل الفريقين، دي النتائج الممكنة، صح؟ تمام. فضاء العينة بقى مجموعة جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية. يبقى مجموعة، كلمة مجموعة، يبقى لازم احطها بين القوسين الخاصين بالمجموعة، واحط العنصر الاول وفاصلة والعنصر الثاني وفاصلة وهكذا، يبقى كأنها مجموعة. مجموعة يبقى مثلا فضاء العينة لإلقاء عملة معدنية مرة واحدة، يبقى الفضاء العينة مثلا هنقول عليه فاء، اللي هو ايه؟ يا اما صاد او كاف. راح قافل فضاء العينة لإلقاء حجر نرد، يبقى فاء مثلا هيبقى ايه؟ 1.2.3.4.5.6، وقفل المجموعة. ده بسميه فضاء العينة. فضاء العينة، واضح كده كلمة فضاء العينة؟ يبقى جميع الاحتمالات الممكنة او جميع النواتج الممكنة. جميع النواتج الممكنة. مثال بيقول: إذا كانت التجربة العشوائية هي إلقاء قطعتي نقود مرتين، طيب القطعة الأولى هيبقى فضاء العينة بتاعها إيه؟ أيوة، صاد
وكاف. طيب القطعة التانية فضاء العينة صاد وكاف اهي، يبقى فضاء العينة. طيب الاثنين بقى النواتج الممكنة اللي هي الفضاء الكامل للقطعتين، يبقى الفضاء اهي بقى، يبقى صاد مع صاد، يبقى صاد فاصلة صاد كده ماشي، يبقى صاد فاصلة صاد. طيب بعد كده صاد وكاف نحطهم بين قوسين، قوسين الزوج المرتب. التالتة يا إما خلصت الصاد يبقى الكاف، الكاف مع الصاد والكاف مع الكاف، يبقى أربع نواتج، كل نود كل ناتج عبارة عن زوج مرتب، الجزء الأولاني من القطعة الأولى والثانية للقطعة الثانية، يبقى ده للأول للقطعة الأولى وده للقطعة الثانية. ومن هنا لاحظ أن، وممكن طبعا تعملها بالايه، بالطريقه الشجريه دي، ادي الاولى صاد وكاف، العمله العمله الاولى، يبقى العمله الاولى صاد وكاف، الصاد هيبقى معاها صاد وكاف، والكاف هيبقى معاها صاد وكاف، يبقى صاد وصاد، صاد وكاف، كاف وصاد، كاف وكاف، يبقى هي نفس الفكره بس استخدم دي احسن، بلاش جاد لان ممكن تربكك. يبقى انا بحط الايه، عملتين، العمله الاولى صاد وكاف، العمله الثانيه صاد وكاف، يبقى الصاد مع الصاد والصاد مع الكاف، بعد كده الكاف مع الصاد والكاف مع الكاف. إلقاء قطعتي نقود مرة واحدة تكافئ إلقاء قطعة نقود مرتين متتاليتين. قطعتي نقود كأنك أنت ألقيت قطعة نقود واحدة مرتين. إلقاء حجري نرد مرة واحدة تكافئ إلقاء حجر نرد مرتين متتاليتين. سهلة وواضحة ما فيهاش أي مشكلة. بيقول إذا كانت التجربة العشوائية هي الحصول على عدد مكون من رقمين هما 2 و3، ما قاليش إيه؟ ما قاليش بدون تكرار. خلاص يبقى أنا إيه، الرقمين الأولانيين أدي 2 و3، الرقمين التانيين هما 2 و3 برضه، بس انا ايه هكون بقى الرقمين منهم، يبقى فضاء العينة هيساوي الاتنين مع الاتنين، يبقى 22، الاتنين مع التلاتة يعني 32. طيب بعد كده 3 مع 2 يعني 23، و3 مع 3 يعني 33، يبقى 4 بهذه الصورة. يبقى انا يفضل ان انا قال لي ايه، الرقمين دول مرتين، عدد مكون من الرقمين دول، يبقى اكرر الرقمين واعملها بهذه الطريقة، يبقى 2 مع 2، 2 مع 3، بعد كده 3 مع 2، 3 مع ال3، يبقى ده بسميه فضاء العين. طيب بيقول اذا كانت التجربه العشوائيه سحب كره من صندوق اربع كرات، به اربع كرات متماثله حمراء وصفراء وخضراء، اكتب فضاء العينه، يبقى فضاء سهله دي ما فيهاش اي مباشره على طول، فضاء العينه يساوي، هيبقى الفضاء عندي ايه، اما حمراء او صفراء، طبعا ما احطش الشرط لان بحط فاصله، او خضراء فاصلة أو زرقاء، وأقفل الإيه؟ وأقفل المجموعة، وأقفل المجموعة، يبقى ده فضاء العينة. سهلة جدا وبسيطة ما فيهاش أي مشكلة. بيقول لي في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة، يبقى مرة واحدة، أكتب الأحداث، يبقى أنا فضاء العينة عندي إيه بقى؟ أيوة شاطر، 1 و2 و3 و4 و5 و6، فضاء العينة. نشوف بقى الأحداث اللي هو عايز، مجموع النقاط بالوجهين العلويين يساوي 5، يبقى مجموع النقاط بيساوي 5، يبقى الحدث الاولاني الف هنسميه الف هود، هيساوي نفتح مجموعة الخمسة، مجموع اتنين مجموعهم 5 يعني، يبقى ايه وايه، مظبوط، يبقى 1 و4، ايه تاني يدينا 5، 2 و3، ايه تاني يدينا 5، 2 و3، احنا قلنا 1 و4، ايه تاني، 4 و1، ايه تاني، 3 و2، مظبوط، يبقى فيها، يبقى ده الالف. طيب الباء، مجموع النقاط بالوجهين اقل من 1، اقل من 4، يبقى ايه، 1 و2، مظبوط، ها طبعا هنا مفيش حاجة اسمه عدد مع نفسه، مفيش عدد، ما تقوليش 1 و1، لا، لان هو الواحد بيطلع مرة واحدة بس. طيب 1 و2 يبقى ايه تاني، 1 و3، مظبوط، هو قال لي اقل من 4 يبقى 1 و3 ما ينفعش،
يبقى 1 و2. ايه تاني؟ 2 و3. لا، واتنين وواحد بس، يبقى 1 و2 و2 و1 هم دول الأقل من 4. ما ان 3 و1 4، وقال لي أقل من 4. مظبوط معايا كده؟ خلاص خلاص خلاص، درس بسيط وسهل ما فيهوش أي مشاكل خالص. أتمنى إن شاء الله يكون فهمتوا معايا. أشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.